اهتم الأردن بصناعة المستلزمات الطبية مثل الكمامات والقفازات والمعقمات وغيرها في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم. وقبل ذلك كان الأردن يستورد غالبية هذه المستلزمات وخاصة الكمامات، أما اليوم فبات ينتج الملايين منها ويصدر للخارج أيضا. مراسلنا نايف المشاقبة في عمان تابع في التقرير التالي انتعاش صناعة وتجارة هذه اللوازم الطبية في ظل فيروس كورونا. لا تتوقف عجلة الإنتاج في هذا المصنع. العاملون بأقصى طاقتهم ينتجون مستلزمات طبية ازداد الطلب عليها أردنياً وعالمياً بعد انتشار وباء كورونا. يتعدى الأمر صناعة الكمامات إلى العديد من المستلزمات الطبية الأخرى. في هذا المعرض اهتمام رسمي على أعلى المستويات بتطوير الصناعات الطبية في الأردن. أشكال وأنواع مختلفة من الأدوات الطبية تتعلق بالوقاية من الفيروسات، تستخدم للوجه والرأس والجسم، صنعت أو طورت بأياد ومؤسسات أردنية، والآن أصبحت جاهزة لتلبية احتياجات السوق المحلي، وما يفيض عن الحاجة يصدر للأسواق الاستهلاكية الخارجية التي باتت متعطشة للمستلزمات الطبية من جراء تفشي فيروس كورونا. وإحنا بعز الأزمة تم استحداث ما يزيد على 100 خط إنتاجي جديد. اليوم إذا بتطلع على أرقامنا، إحنا لم نحقق فقط ببعض السلع الأساسية اكتفاء ذاتي، لا بل تجاوزنا للتصدير ومساعدة أصدقائنا وأشقائنا الذين احتاجوا لهذه السلع والتي حصل نقص لديهم في أسواقهم بهذه السلع، فكان عندنا حجم كبير من الصادرات في الكمامات مثلا. آلاف الكمامات تنتج كل يوم بواسطة خطوط إنتاج استحدثت على عجل. وقبل انتشار كورونا كان اسم الأردن مدرجاً على لائحة الدول المستوردة للكمامات، وبعد انتشار الفيروس أصبحت عبارة صنيعة في الأردن تصل للعديد من الأسواق العربية والأوروبية والدولية. إحنا نظرتنا بعيدة الأمد، لأنه إحنا بدنا نزيد عدد الخطوط بالإضافة إلى نزيد عدد المنتجات. يعني ما بهمنا بس نركز على منتجين أو ثلاث من جائحة كورونا، إحنا منركز على اللي هو نحكي كاتيجوري تبعت المستلزمات الطبية، لأنه صناعة المستلزمات الطبية هي حالياً قبل الأزمة وبعد الأزمة زادت هي التركيز عليها، وبالذات للمنتجات المعقمة. انتقلنا من 30,000 لمليون و800، وهي نقلة نوعية، مش فقط نقلة محلية. اليوم نشاهد بعض وزارات الصحة في أوروبا تعمل على التعاقد مع بعض المصنعين المحليين لاستعمال الكمامة المصنعة في الأردن. مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير لم يكتفي بدعم وتشجيع الصناعات الطبية، بل أخذ على عاتقه تصنيع وإنتاج العديد من المستلزمات الطبية المخصصة للإسعاف والوقاية التي يحتاجها العالم في إطار التصدي لكورونا. وبخبرات المركز أنتجت 3 سيارات متنقلة للعناية المركزية، واحدة منها مخصصة للحالات المصابة بالفيروس. تم إنتاج 3 مستشفيات متنقلة، 2 منها للعناية الحثيثة اللي هي ICU، واحدة طبعا للكورونا، وواحدة منها مستشفى عام فيها أحدث الأجهزة على معايير مقاييس دولية. ألقى فيروس كورونا بظلاله على الاقتصاد، تضررت قطاعات عديدة وتمكنت أخرى من الصمود والإنتاج رغم التحديات. في ظل كورونا ازدهرت صناعة المستلزمات الطبية في الأردن، وأصبح من دولة مستوردة للعديد من المعدات الطبية إلى بلد مصدر لها. فكورونا ورغم أنه وباء، إلا أنه أيضا فرصة يجب استغلالها لتعويض بعض الخسائر الاقتصادية كما يرى معنيون. المعقمات والمطهرات لا سيما الطبية منها هي الأخرى تعتبر من أهم أدوات الوقاية، ونالت حصة من التطوير والإنتاج،
إذ أضيفت خطوط إنتاج عديدة لمصانع المواد الكيماوية، وأصبحت الكميات تفوق حاجة السوق المحلي. ووفقاً للقائمين على هذه الصناعات، فقد ارتفع الطلب عليها خارجياً. الطاقة الإنتاجية كانت قبل وضع كورونا معدل تصديرنا الشهري 7 تريلات، الآن بقسم المعقمات كل يومين تريلا، يعني كل يومين معدل 500,000 علبة إحنا بنصدر بقسم المعقمات اللي كنا في قبل كورونا نعمل كطول الشهر 1,000,000 علبة، 800,000 علبة. وبينما تعثرت مصانع ومنشآت بسبب تداعيات الفيروس السلبية، تمكنت الصناعات الطبية من الوقوف في وجه التحدي، وسجلت أرقام نمو جديدة، واستقطبت العديد من الأيدي العاملة للعمل. ونتيجة لزيادة الطلب على منتجاتها، زادت أيضاً طاقتها الإنتاجية، وأصبحت هذه الصناعة مركز اهتمام القطاعين العام والخاص. أنا بالنسبة لي في قدرات على الطاقة الإنتاجية للشغل، زدنا بحدود 25 موظف على الخط نفسه اللي شغال. هاي أدت إلى رفع طاقتنا الإنتاجية بالشفت الواحد تقريبا إلى 3 طن بالشفت الواحد، 8 ساعات العمل تمام. في فترة الثلاث أشهر هاي كمان الحمد لله رب العالمين استطعنا أن نخلق من المواصفات حسب المناطق التصديرية المطلوبة. أرقامنا في التصدير زادت بشكل ملحوظ لمواد التعقيم ومواد التنظيف، مواد الأساسية، الكمامات ما كنا نصدر شيء، بدأنا نصدر كميات. امبارح زرنا مصانع كمامات، واليوم نطلع على حقائق، وخلال الأسابيع الماضية طلعنا على حقائق كثيرة. هذه المصانع كلها وظفت عمالة أردنية، يعني أي مصنع كمامات بيفتح قاعد بوظف له 25-30، لأنه في عنصر العمالة مهم جدا. تنظر الحكومة بعين الدعم لمختلف الصناعات، لكنها تبحث أيضا عن صناعات تنمو وتتوسع في ظل وباء كورونا. فالتقديرات العالمية تشير إلى أن الفيروس سيبقى تحديا طبيا واقتصاديا لمدة ليست بالقليلة، وبالتالي فإن الطلب على الصناعات المرتبطة بمكافحة الوباء ستلقى رواجا كبيرا في الأسواق الدولية وفي صناعات يكثر استهلاكها، ويمكن أن تخفف من الآثار السلبية للفيروس على الاقتصاد. بالأرقام من بداية هاي السنة وحتى الآن، بالرغم من فترات الإغلاق، هنالك زيادة كبيرة جدا بالطلب على تأسيس المصانع بالأردن، فهنالك إقبال كبير على القطاع الصناعي، لأنه قطاعنا الصناعي وقطاعنا الإنتاجي أثبت نفسه خلال هذه الأزمة. قطاعنا الإنتاجي أثبت قدرته على الاستقرار والنمو في مختلف الظروف، والحمد لله الأردن أثبت قدرته على رعاية مثل هذه القطاعات الإنتاجية. شكل كورونا تحديا اقتصاديا وطبيا كبيرا للأردن، تمكن القطاع الطبي من تحويله إلى نجاح بشهادة الكثيرين. أما اقتصاديا فتحاول عمان تحويل هذا التحدي إلى فرصة نجاح للعديد من القطاعات الصناعية والغذائية. نايف مشاقبة، سكاي نيوز عربية، عمان.